صح نزول صار بالاسعار، لكنه لحد الان عمليات بيع وشراء بعدها موجوده، على الرغم من انه الانترست ريت عاليه جدا يعني مقارنه باسعار العقارات ودخل الفرد، لكن بعدنا نشوف عمليات بيع وشراء. حتى بدينا نشوف منافسه في بعض الاحيان، يعني بيت واحد يجي عليه اكثر من عرض اكثر من شخص يريد يشتري نفس البيت، معناته المشترين موجودين وبعدهم يدورون على بيوت. تتوقعون ان السبب لانه معدلات المهاجرين عاليه جدا، يوميا يدخلون الاف، والخطه مع الحكومه انه تدخل ملايين خلال هاي السنتين الجايه، او تتوقعون لانه تقريبا 50% من العقارات بكندا الملاك هم اصلا ما عليهم قروض على بيوتهم او باقي عليهم مبلغ بسيط، حتى لو سعر الفائده عاليه او ناصيه ما تفرق عندهم لانه ما باله اصلا يبيع البيت، او لانه عدد البيوت اللي موجودة بالسوق قليلة جدا، ما عندنا عدد كافي من العقارات المعروضة للبيع، بحيث انه حاليا احنا باقل مستويات العروض اللي موجودة للبيع مقارنة بالعشر سنوات الماضية في كندا. او البيت ما راح ينزل السعر لانه ما عنده منافسة اصلا، يعني تخيل انت نفسك اليوم عارض بيتك وانت الوحيد بالشارع اللي عارض بيتك، تختلف عندك المرونة بانه تنزل السعر مما لو انت موجود على نفس الشارع مالتك اربع بيوت وكليتهم عارضين وانت تتنافس وياهم. هاي الحالة ما موجودة عندنا، بعدنا عندنا تنزل بيوت بالقطارة، هذا هو السبب الرئيسي اللي يخلي هاي المنافسة ويخلي عمليات البيع والشراء مستمرة. هل هذا يعني انه الاسعار راح تصعد؟ ما اتوقع الاسعار راح تصعد، انا اتوقع انه الزيادات اللي صارت بالانترست ريت بعدها ما بينت بشكل واضح في السوق العقاري مالتنا. السوق العقاري بكندا بالحقيقة ما يتحمل هاي المستويات العالية مال سعر الفائدة، يعني اسعار العقارات بكندا هي اكثر من 10 اضعاف معدل دخل الناس السنوي في كندا، فبهذه الحالة ما تبقى الانترست ريت على هذه المستويات من المستحيل ان تبقى الاسعار بهذه المستويات ايضا.